استقبل نيكولا نيكوديفيتش رئيس مجلس مدينة بلغراد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري والوفد المرافق له في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين مصر وصربيا. رحب نيكوديفيتش بالوفد المصري في بداية اللقاء معربا عن سروره لاختيار بلغراد كوجهة لهذه الزيارة المهمة ومؤكدا على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين. وناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، إذ أبدى نيكوديفيتش اهتمام صربيا بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية. ومن جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع صربيا، موضحا أن السوق الصربية تعد بيئة جاذبة للاستثمار المصري، وأشار إلى أن رجال الأعمال المصريين لديهم اهتمام فعلي بهذه الفرص، وهو ما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.